نعود لاستكمال أخبارنا مشاهدينا وإلى جريدة الوطن. اتحاد المصريين في أوروبا يشارك في مبادرة اركب طيارة بلدك. استضاف دكتور هشام خليل قنصل مصر العام في لندن اجتماعا موسعا في مقر القنصلية العامة لتوقيع على بروتوكول تعاون برعاية القنصلية بين اتحاد المصريين في أوروبا وشركة مصر للطيران لتنفيذ مبادرة اركب طيارة بلدك، وذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الخارجية لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمصريين في الخارج، باعتبار ذلك أولوية قصوى من أولويات العمل الوطني. وتهدف المبادرة إلى تشجيع المصريين في بريطانيا على استخدام شركة مصر للطيران في أسفارهم، بحيث يشارك المصريون ببريطانيا في دعم الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تضافر جهود جميع المصريين سواء في الداخل أو الخارج.